Efendiler, beyefendiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun هي الذكرى 99 لتأسيس الجمهورية التركية التي استقبلت سفارتها في بغداد شخصيات سياسية عراقية وممثلي البعثات الدبلوماسية وعددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılı yani asra bir yıl kaldı. Onun yıl dönümünü kutladık. اليوم احيينا الذكرى 99 لتاسيس الجمهوريه التركيه يعني يعتبر 99 عصر الا سنه واحده واليوم احيينا هذا الشيء بسفارتنا. Iraklı kardeşlerimiz bizim bu mutluluğumuzu paylaşmak üzere geldiler ve bundan büyük onur ve memnuniyet duyduk. تشرفنا بتواجد اخوتنا العراقيين بتواجدهم ويانا في يعني الاحتفال معنا بهذا اليوم المهم. Ümit ediyorum Türkiye ile Irak'ın ilişkileri pek çok kulvarda seyreden ilişkileri çok daha ileriye taşınacaktır. Zaten ilişkilerimizi geliştirmek artık bir tercih değil bir zorunluluk. نتمنى العلاقات العراقية التركية تتقدم وتتطور بمجالات أخرى فيعني التطور والتقدم بالعلاقات بعد مو لازم يكون ننجبر على هذا الشيء ونحققه شاركنا اليوم بعيد الوطني التركي مساهمة منا توطيد علاقات بين البلدين أكثر فأكثر وكذا اقتصاديا وأمنيا وعسكريا لأن تربطنا روابط وثيقة بين الجانب التركي منها الدين والتاريخ والجغرافيا وينبغي أن يكون هذا بالشكل الأمثل من جميع النواحي ويأمل المدعوون إلى الاحتفال باليوم الوطني التركي إلى مد جسور التواصل الحقيقية وتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لخلق واقع جديد حافل بالسلام نحن متواجدون في حفل عيد الوطني التركي فنتمنى لهم ازدهار وهذه مناسبة سعيدة ونتمنى أن تكون علاقات التركية العراقية هي على احترام المتبادل أن يكون هناك صيغة تعاون جديدة أن يكون ملف العلاقات يخطو خطوات متقدمة من أجل إنهاء جميع الملفات التي عالقة بين العراق كدولة وبين تركيا كدولة بكل تأكيد يعني أنا جاي أمثل بلدي العراق العراق دائما يحب اللي يحبه ويحاول أن يطور علاقاته مع دول الجوار وكل الدول حول العالم اليوم جميع العلاقات بين الدول تبنى على المصالح المشتركة وإحنا نحتاج أن نقوي علاقاتنا خلينا نقول في ميزان متكافئ مع جميع الدول حتى نحصل خلينا نقول أكثر فائدة لهذا البلد ولهذا الشعب سواء كانت دولة من دول الجوار أو أي دولة قد تكون بعيدة ما وراء البحار مناسبة من المناسبات الجدا جميلة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية صار 99 سنة تقريبا على تأسيسها فاليوم بوجود السفير التركي قدم كلام جميل عن العلاقات وعلى تهنئة بمناسبة تنصيب رئيس الوزراء نبارك للبلدين وإن شاء الله يا ربي تتطور العلاقات بيننا بين العراق وبين تركيا وعلى وقع الاحتفال هنالك تطلعات لمسارات أفضل في الخطوات التي تسير بها بغداد وأنقرة مع تسلم الحكومة الجديدة مهامها لعل رياح التغيير في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية تهب معلنة تغيير الواقع الحالي لبرنامج صباح الخير يا عراق مناف الموسوي بغداد